حلب ومن شوارعها وساحاتها يلي كانت شاهدة على أروع حكاية الصمود. تواجدت كاميرتنا بين أهالي المدينة، وبذكرى السادس من أيار كان لروح الشهيد وذكراه وقع خاص بقلوبهم. بمناسبة عيد الشهداء طبعاً نشكر جميع الجنود المقاتلين إلى الآن واللي عم يضحوا بأنفسهم لأجل هذا الوطن يعود مثل ما كان وإن شاء الله أحسن. طبعاً كل شهيد فقد بعيلته أعز ما يملك، من كان ابن ولا أب ولا أم ولا كذا، هذا شيء لازم أكيد ما ننسى شيء من اللي قدمه طبعاً لأجل أولادنا نحن وأجل أن نضل مستمرين بهالحياة. الله يرحم شهداء الوطن ويشفي الجرحى ويرجع لأحضان الوطن ويصبر قلب أم كل شهيد. الله يرحم شهدائنا، ولوما شهدائنا ودمنا الطاهر بلدنا ماي بخير، بس الحمد لله رب العالمين بلدنا رجعت بخير وعزيمة وبقوة الجيش العربي السوري، وأنا بحيي الجيش العربي السوري والله يرحم شهدائنا، وأنا أب لشهيد الله يرحمه ويجعله إياها بالعليين. الله يرحمون يا رب، الله يرحمون ويجعل مسواهن الجنة إن شاء الله. نحن كلنا مشروع شهادة، نحن كل مواطن فينا الكبير والصغير، الطفل الذي أرضعته تلك الأم الحرة الأبية لا يمكن إلا أن يكون مشروع شهيد، لأن الشهادة أولا والنصر ثانيا. حماك الله يا سوريا وحما حلب وحما شعبنا. الله يرحم الشهداء اللي راحوا واللي ضحوا بأرواحهم من أجل هالبلد هاد، اللي البلد هي لولا الدم الشهداء اللي راح ما كنا وصلنا لهون. شهدائنا الله يرحمهم ويجعل مأواهم جنان النعيم يا رب، والله ينصر الجيش وينصر هالبلد. الله يرحمهم يا ولاد، يرحمنا ويرحمهم ويلادنا الشهداء يا رب، تعوضهم الجنة يا رب، ترحمنا وترحمهم يا ربي يا ربي يا كريم. لولا دماء الشهداء لما انتصرنا على هؤلاء الأوقاد، لما انتصرنا على هؤلاء اللي اجونا من كل مكان بعيد وهم أشرار. حيوا من كل قلبنا وفدونا وفدوا وطننا، والله يختم لهم بالإيمان إن شاء الله. الشهداء أكرم في الدنيا وأنبل بين البشر، واللي ضحي بدمه ما في شيء ينتمنه، مهما كرمنا يكون تكريمنا بسيط تجاه أغلى ما عنده ضحى فيه، ولولا دماء الشهداء ما وصلنا اللي وصلنا له. كلمات حملت بمعانيها الإخلاص والوفاء لأرواح من وهبوا بتضحياتهم الحياة إلنا لنستمر بالرسالة يلي بدأها أبطالنا ويبقى الوطن بعيوننا.